هتلاقي كيف قادرين تحافظوا على التفاهم بينكم من البداية وإلى الآن خلال كل التغيرات والظروف. اقعد اتكلموا مع بعض. بنتكلم مع بعض ايا كان الحاصل، ايا كان مدى ضيقي من مهند، ايا كان مدى ضيقه مني، بنتكلم مع بعض. لا نجي بالضبط الحاجة اللي يخلي العلاقة تكون مستمرة ودائما تكون كويسة، انه مهما حصل بنجي وبنقعد وبنتكلم وبنتكلم بكل صراحة. هي بنفس القصة بكل صراحة بكل وضوح. مرات الصراحة بتكون بجد حارة بتضايق، لكن لكن احسن من احسن من انه نحن نشيل في قلوب نشيل بعض. في قلوبنا وندسدس. لا طبعا في كثير منكم جاوبوا اجابات صحيحه، وكنت محتاره صراحه اختار اي اجابه فيهم، بس قررت اختار اول اجابه وكانت من نصيب ريان. شكرا يا ريان. ويلا مع بعض نكمل باقي الاسئله سالتونا لها في الفيديو. حاصل حاصل انا حولد قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. انا عاديه بس زوجي متوتر. ده التوتر نفسيا كان ايام حملي، ده كان التوتر شخصيا، مستر التوتر ده كان. ف انا بقول لك انه عادي، عادي انه زوجك يكون متوتر، ده دلاله على انه زوجك مهتم، وده دلاله على انه زوجك يعني بيفكر حيعمل شنو بالضبط الفكره بتاعت اوكي، عشان من وجهه نظري انا، التوتر اللي بيحصل قبل وجود مولود بالذات الاول تمام، الخوف فيه له حاجات معينه، الخوف من الوضع المادي، الخوف من شكل التربيه، الخوف من شنو؟ المسؤوليه تمام. ما يعني فجاه انت من زول حتى لو اعزب بقيت متزوج، عايز الزواج عنده مسؤوليه، لكن مسؤوليه ولدك ما زي مسؤولية ما مرتك. زي ما ابدا ما زي مسؤوليه مرتك، يعني حاجه مختلفه تماما، الاحساس مختلف تمام. الربطه اللي انت بتتربط بيها ومع ابنك حاجه ليفل الوحش. عشان خوف كده من المجهول بالضبط، لانه انت لسه ما عارف حيحصل شنو، فعشان كده بيكون متوتر. لكن على فكره التوتر يعني صحي صحي، يعني ما توتر كعب، اتمنى انه هو يكون صحي. اقول لك حاجه، يعني في مراحل كده معينه اتوقع او محطات معينه كده في حياه الراي لازم يكون فيها متوتر الف اوكي تمام. لما نسمع اول خبر انه يا اخي اول مولود جاي تمام، لما يمشي يتقدم اول مره يكون كب 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 تمام، لما يكون عنده مشروع معين وخاش عليه مشروع يكون مشروع ضخم ضخم في حياته، دي لحظات بتاعت توتر ما تخليها تكونترول يو شيء، ما تخليها تسيطر عليك شيء. بس بعدين اعتقد ده كلامك ليه، ولكن اعتقد هي ذاتها محتاجه انها تفهم انه توتر الرجل ما حاجه كعبه، ما حاجه كعبه، واحتويه في الفتره. انا عارفه ان انت هرموناتك حتكون يعني معذبه حنانك، لكن حاولي على قدر ما تقدر انك تحتويه، لانه الرجال ما بيعرف يتعامل مع الحياه العاطفيه دي شديد. فانت زي ما بقول حتقدر تتحكم في الموضوع ده. قالت هل بقى يحبك اكثر ولا اقل اهتمامه بك؟ كيف هل بتحبني اكثر بعد ولدت يقين؟ ما رابط حبي بك بيقين، لكن حاليا انا عارف تماما انه كل يوم بحبك اكثر. عجبتني الإجابة، لكن وتوقعتها. لكن ما رابط حبي بيقين يعني. اوكي، لكن في رأيك هل بقت أكثر ولا أقل؟ يس مور 100% مور، لكن ما رابطه بيقين. أصلاً هو ما رابطه بيقين. أي ما رابطه بيقين. اوكي. ما عنده علاقة بيقين. شكراً. عجبتني الإجابة. إجابة نموذجية. طيب، قالت The Middle Eastern Society think that a baby can solve any problem between married couple. How far is that true? Does the newborn really make your relationship stronger? قالت okay. إنه في الشرق الأوسط عموماً بيكونوا فاكرين إنه البيبي بيحل كل الخلافات بين أي متزوجين. فهل فعلاً الحاجة دي صحيحة؟ وهل الطفل خلى علاقتكم أقوى؟ البيبي ما عنده علاقة بين العلاقة بين الأب والأم قوي ولا؟ ما له أي علاقة، هو إضافة لعلاقتهم. يا إما إنه أوكي. يا يعني اما العلاقه انها في الاصل في الاساس قويه والعلاقه في الاصل بيناتهم ثابته والبيبي حيجي وحيضيف، او انه العلاقه بيناتهم اوريدي هشه والبيبي ممكن يجي ويبقى عبء. ممكن في بعض الحالات يحصل انه العلاقه تكون شويه متوتره بيناتهم والبيبي يجي ينعيشها ويخليها سوليد تمام، او انه لا والله ما يعني ما في حاجه كده ثابته، ما في قاعده ثابته بتقول انه يا اخي وجود بيبي هيخلي العلاقه قويه، لا أو لكن بيخلي في حاجه ثانيه، بيخلي الارتباط ما بيناتكم اعمق اقوى. لانه اوكي يعني انت حاليا مثلا اذا كان
تو كابلز موجودين وعلاقتهم حلوه وكل حاجه وجاب بيبي حيرتبطوا ببعض اكثر. حتى لو انفصلوا الانفصال ما حيكون 100% كلي لانه في بيبي, بيبي في النص بالضبط. فما في ما في خلطه معينه ثابته كده بتقول انه يا اخي في وجود بيبي حيظبط كل حاجه. بعدين معتقد انه يا اخي اسمعني اربطيه ببيبي جيبي ما عارف ولد عشان علاقتكم تقوى عشان يا اخي بس لو علاقه من البدايه كعبه بنخليكم تكملوا فيها شنو ولما تجيبوا بيبي وبعدك تعرضوا يعني لحياتي يعني تعبوا البيبي على الفاضي يعني بالضبط. بعدين امي بعدين امي دائما بتقول لي انه الراجل لو عايز يخلي المراه مهما كان عنده منها بيبي ما عنده منها بيبي لو عنده منها 10 بالضبط لو عنده منها 10 وهو خطف راسه انه خلاص انا عايزه اخليها حيخليها نفس الشيء المره بالضبط. لو عايزه تخلي الراجل وعندها منه 10 شفع حتخليه لانه هي قررت انه فالموضوع بتاع العلاقات. طيب قالت لما تبكي شديد وما بتكونوا عارفين السبب بتتصرفوا كيف ولا ما بكايه؟ اوكي الحمد لله انا يقين ما بكاي الحمد لله طبعا حلو الحمد لله الحمد لله الحمد لله لكن عموما لما تبكي شديد وهنا بتوتر شديد طبعا انا بتوتر بكون نفسي بس اكون شايله بس جيبوها دنيلها ايوه ما بكون ومرات مثلا بتكون بتبكي مثلا عشان انا بغير لها مثلا فلكن بصوره عامه مهند بتوتر لما تبكي شديد لكن انا يعني احسن يعني اعتقد لا انت قادر تتعامل مع الموضوع احسن اي الحمد لله انا ما بستحمل انها تبكي بس يعني ما بستحمل ما من الضيق بستحمل انه ما نفسي تبكي ما نفسي انها تبكي بالضبط. طيب قلت كيف قادرين تتعاملوا مع التغيرات الجسديه اللي حصلت لك؟ كيف قادر تتعامل مع التغيرات الجسديه اللي حصلت لجسمي؟ اتكلمنا في الموضوع ده وكان عندي وجهه نظر معينه ان التغيرات اللي حصلت لجسمك حصلت بسبب نعمه ربنا ادانا لها بالضبط. فحب التغيرات دي لانه السبب وراء التغيرات دي حاجة نعمة كبيرة شديد بالزبط. في حياتنا بالزبط. فبالعكس حبيها يعني. فأنا ذاتي يعني مرات بيجيني إحساس بأنه أنا كرهانة جسمي أو الصورة النمطية الراسمة لنا المجتمع إنه الوحدة بعد تولد بتكون خلاص جسمها بقى كعب وشين وبتاع. فلا غيرت النظرة دي لأنه بالعكس أنا جسمي تغير عشان يعني ربنا اداني نعمة كبيرة. فالحمد لله الحمد لله لولا التغيرات دي ما كان حصلت لي النعمة دي كان ممكن أحافظ على جسمي رهيب وظريف وما فيه أي علامات وأي حاجة لكن ما كان ربنا حيديني يقين يعني. فالحمد لله يعني تأثير زوجك ايه في انه يطلعك من الستريس اللي بيحصل بعد الولادة كيف قادر تتأقلم مع الحياة الجديدة؟ اوكي خلينا نسؤال لك هل قادر تطلع من الستريس؟ يس مهند قادر الحمد لله الحمد لله مهند قادر تماما انه يحتويني في اللحظات بتاعت الضعف او في اللحظات بتاعت الستريس الشديد او الضيق او الألم او الزهج او التعب قادر تماما انه يحتويني الحمد لله الحمد لله على النعمه دي. واعتقد انه اي راجل في الدنيا مفترض يعمل الحاجه دي لانه انا في النهايه البيبي ده ما جبته براي جبناه نحن سوا قرار. فلما نحس انه انت معاي وانت داعمني وانت واقف معاي الحاجه دي يعني بتخليني ما اتضايق ما اكون ستريس بالتالي ما حنكد عليك في حياتك يعني بالمنطق بيقول كده يعني فهمت. فهو بيدعمني عشان هو بيحبني وبيدعمني عشان دعمي يعني انا ذاتي يعني هو لما يدعمني انا حرجع له الموضوع ده يعني انا لما اكون ستريس وهو ما يتعامل معاي الستريس حيجيني انا وانا صراحه ما ناقص بالضبط كده بالضبط كده والله العظيم بجد ما هو انا الستريس فعلا حيجيك انت وانت ما ناقص وما في زول ناقص اصلا ستريس في الحياه فاحتويها عشان ما تمشي لزول عشان الحياه تمشي يعني. اي عشان الحياه تمشي لانه يعني ما في زول بيحل محلك ما انت راجله يعني فهمت الصحبات الاخوات الامهات كلهم ما بيحلوا محل تأثير زوجك عليك بعدين بيجيك إحساس بأن أنت هو أنا عشان حملتها أنت بقيت ما شغال بي والأفكار السلبية دي بتبدأ تجي يعني قلت لك كيف تقييمك لنفسك من ناحية تحملك للمسؤولية as a new mom or as a new dad تدي نفسك كم من 10 10 من 10 طيب الله يبجي لا لا تدي نفسك كم طيب ما والله 10 من 10 ليه بجي ليه لا فخورة بي هاي 10 من 10 أنا عندي نفسي 8 يعني مبسوط شديد من ان انا داد صراحه وقيم نفسي كويس يعني الحمد لله طيب كويس الحمد لله الحمد لله انا بدي نفسي 8 يعني 8 ليه لانه يكون دوبيرا يعني ممكن اعمل احسن من كده ما اعرف ايش على فكره 10 من 10 من 10 ما معناها ستوب وما حاعمل اكثر من كده 10 من 10 ممكن تعمل اكثر منها اوكي لكن 10 من 10 لانه حاسس انه في كل مرحله من المراحل الجيرني اللي احنا عايشينها هسه انا كنت تعمل اي رغم انه ممكن يكون في مطبات في توتر في ما اعرف زهق في شكل في غير وبتاع لكن بطلع منها بكون مبسوط يعني بكون حاسس اني عملت اللي علي
وزيادة. الحمد لله. قالت هل فرحة الطفل بعد فترة طويلة من الزواج ضعف فرحة الطفل لما المرأة تحمل على طول؟ ما عارف أجاوب على السؤال ده قدر ما إنه أنا صراحة شايفة إنه يس، لأنه في ناس كثيرة، في ناس كثير يعني أغلب المشاكل بتحصل أو أوكي. أنا مهند كان عندنا فهم من إنه إحنا نأخر موضوع الحمل لأنه حابين نتعرف على بعض، نقرب من بعض، نعرف شكل الحياة ونعرف أصلا هل نحن فعلا ينفع نكمل لقدام. ده ما معناها إنه نحن ما كنا واثقين قبل العرس، نحن كنا واثقين لكن كنا عايزين نتأكد أكتر، لأنه ما بعد العرس مختلف تماما عن قبل العرس. بالضبط الحاجة اللي قلناها قبل كده. العلاقة قبل ما تتزوج حاجة تمام، وبعد ما تقفل عليك باب واحد دي حاجة ثانية. حتى لو مرتبطين لكم 20 سنة بالضبط. أبوي الله يرحمه كان بيقول يقول لما يتقفل عليكم باب خلاص الكذب والكتب يكذبوا لي بعض زمان ده كله بيختفي. بالضبط كده. وكمان الحياة مع بعض الطفل يعني اختلاف تماما، فأدوا نفسكم فرق انكم تعرفوا بعض وتعرفوا شكل الحياة اللي انتوا عايزينها حتمشي كيف لقدام قبل ما تقرروا انكم تضيفوا بيبي للحياة يعني. بالضبط. يقين صحة. يقول نصيحة. يقين في الأسئلة. طيب قلت لي ما عندي سؤال، بس الله يحفظكم ويستر عليكم ان شاء الله. امين يا رب. اللهم امين يا رب. شكرا لك على الدعوة الحلوة. هل بتحس انه علاقتكم قوت بعد ما جبتوا بيبي؟ يس 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 الحمد لله. يس هاي فايف. هاي فايف وين يا مهندس؟ يعني في نص الطلعة لو يقين بكت هل بتحس انه خربت عليكم الطلعة وبتتوتروا وتضايقوا ولا عادي؟ زي حاسه في نص الفيديو هي بكت لينا عادي. عادي عادي، بس نحاول دائما نطلع حتات اصلا فيها اطفال يعني ما يعني مستحيل مثلا نمشي كافي معانا يقين يعني مثلا، او المره فاتت قلت لك نمشي سينما. اي يعني مثلا مستحيل نمشي نخش السينما معانا يقين. معانا يقين يعني تمام. لكن بنمشي حته اوريدي فيها اطفال حدائق اوريدي فيها فاميليز يس، فصوت البكا بتاع يقين ما حيضايق الناس لانه في اوريدي اطفال وكده. بالضبط. وهم ذاتهم عايشين عايشين نفس الحاله. لكن تخيل نمشي كافيه ومعانا يقين ولا كافيه كله ناس لابسين لابتوباتهم وقاعدين كابلز وبتاع ونجي نحن بيبتنا هذه حتكون اي حتكون يعني مضايقة ليهم ومضايقة لينا نحن. بالضبط. لكن انا بشكل عام ما بنضايق من البكا بتاعها، بالعكس بنحاول نشوف انه هي بتبكي ليه. بالضبط. حاول نظبطه يعني. البكا بتاع شافع ما في شافع بيبكي ساي يعني، الا يكون في حاجه مزعجاه او في حاجه مضايقاه بالذات في العمر ده يعني، فبنشوف الحاجه المضايقاها شنو بنقوم بنحاول نحلها عليها يعني. وجود يقين في حياتكم. طيب هاي وجودك انت. هيا وجودك انت خلاص في حياتكم اضاف لكم شنو؟ وشنو اللي تغير في شخصية كل زول لما جات يقين العسل على الدنيا؟ يقين العسل شنو اللي تغير؟ انا قلت لك بالك انه انا ستل داون، حاسه روحي انه بقيت رزين اكتر الحمد لله. طيب تمام. انا برضو حاسه انه انا هديت اكتر. تاني حاجة انه منفتح للحياة اكتر، بقيت حاسه روحي انه يا اخي انا نفسي اعيش فترة طويلة كده في متعة في استمتاع. صحيح؟ يس. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله. اوكي، هل بتلقوا زمن انكم تقعدوا مع بعض زي زمان؟ ربنا يخليهم لكم او يخليها عليكم. يخليها عليكم ان شاء الله يا رب، ربنا يخليها لنا يا رب. لا ما بنلقى زمن زي زمان، بس بنلقى زمن. ما الفكرة في انه نقعد كثير، الفكرة في انه القعدة تكون منا فايدة يعني. احنا لو بنقعد كثير وما منا فايدة القعدة ما في منا يعني، ما في منا فايدة يعني. اوكي، قادرين نلقى زمن نتكلم فيه والكلام اللي نتكلم فيه بيكون on points تمام، ما زي زمان اي بيكون قاعدين بالساعات 24 ساعة ومن غير راي بصوت بعض. لكن اسي حاليا الوقت اللي بنقعده مع بعض بيكون يعني قيم شديد. اي بالضبط. لو قيمته يعني قبل الولادة كنا بنقول قاعدين نقعد في اي وقت نحن عايزينه، بس نقرر انه ها رح نقعد رح نقعد. حسي لا بقينا منظمين اكثر، انه يا اخي يقين ناعد فقايل بعد ممكن نقعد، ولا يا اخي يقين بعد مثلا نغير لها وترضع وقت الناب بتاعتها فممكن نقعد وهكذا يعني. فالفكره في انه ما بقينا ما قادرين نقعد، بس الموضوع بقى منظم اكثر ما زي زمان. بقى عنده نظام. اوكي، بقى مرتبط نوعا ما بيقين. يس. خليها كذا، ما هي النظام 100% قدر ما انه هو مرتبط بيقين. بالضبط. خلاص وبالحاله بتاعت البيت ذاته عامله كيف. بالضبط. هل قادره اخصص وقت لمهند؟ يس. يعني ديفينتلي قادره اخصص لوقت لمهند، وبعدين مهند ذاته ما يعني
ما بقول ما متطلب لكن متفهم الفترة اللي احنا فيها دي، فالحاجة دي ما مخلياني يعني حاسة بانه انا مقصرة او حاسة يعني. هو ما اداني الاحساس، ما اداني الاحساس بانه انت ما شغالة بي ولا انت، الحمد لله يعني. هو لانه متفهم الفترة دي فنحن الاثنين قادرين نتفهم الحاصل يعني. ده اخر سؤال؟ يس تخيل انه ده كان اخر سؤال. ده اخر سؤال يا اخي. هاي دادي anyway لحد هنا الفيديو انتهى. تقريبا انا كان في سؤال، معلش ام سوري، اتس اوكي. كان في سؤال قبالك مر علي كده زي السريع، وين انه يقين حتكون تتكلم لغتين، لانه احنا قاعد نتكلم انجليزي وعربي طوال. عاده اوكي، عاده انا لانه انا دي شخصيتي، موضوع الميكس بين تو لانجويج ده جزء كده مني، فاتوقع انه اوتوماتيكلي يقين حيتاثر بالحاجه دي. امه برضو بتتكلم انجليزي، انا وامه مرات بنتكلم مع بعض بالساعات بالانجليزي تمام. بنتكلم معاها هي ذاتها بالانجليزي فتره، بعد شويه مين يتكلم معاها تاني عربي. انا عندي فكره مؤمن بها تماما، وجود اكثر من لغه عند الشخص بتقوي قدراته، ف حابب انه يقين يكون عندها 3 4 5 6 لغات يعني، ما عندي مشكله. ان شاء الله ان شاء الله. قول لهم باي، قول لهم نتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا لحد ما نلاقيكم في فيديو جديد ونسة جديدة وحاجات تانية أطيب. أبو طيبين أو السلامة باي. حلو يا يقين.